بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية راح أستعرض كيف بدي أفتح الويب سايت عندي من الوامب سيرفر هنا على لوكال هوست. وهي عندي يورو بروجكت اللي هو اس اي سيرش انجن، راح أضغط عليه هنا ويفتح لي الموقع. حكينا خلينا نفتح بالكروم عشان الديزاين بيكون أفضل. تمام. الان انا بدي افوت على صفحة هنا اسمها اندكسر، وهي اللي راح ابدا شرح كودها، واللي هي الصفحة اللي بدخل عليها رابط الموقع، بتبلش تعمل كراولينج واندكسينج للكلمات اللي في الموقع والروابط اللي فيه. خلينا افتح قاعدة البيانات عشان نشوف الجداول اللي راح نمر عليها الان. من الوامب سيرفر بحكي بي اتش بي ماي ادمن، بروح على قاعدة البيانات تيست عندي هنا، هاي الجداول عندي البيج، والبيج اللي هو بيحتوي على روابط، بيحتوي على روابط المواقع. تمام، اللي بخزن فيه روابط المواقع. الوورد اللي بخزن فيه الكلمات المرتبطة بكل موقع، هاي وورد اي دي وورد وورد، اوكي بخزن فيه الكلمات، هاي استعراض. تمام، اللينكس اللي هي الروابط، اوكي. الان الامبليسيت اللي هي الروابط الخاصة بكل صفحة، يعني نحكي السب لينكس الموجود فيها. واخر الاشي الاوكيورنس اللي هي الكلمات الموجودة في كل صفحة، الكلمات الموجودة في كل صفحة. اوكي، الان راح اشرح صفحة الاندكسر بداية، الكود الخاص فيها اللي هي زي ما احنا شايفين فيها تكست وفيها بتون، وعبارة عن هذه الليبل الموجودة بشكل عام، هذه عبارة عن نصوص عادية. راح اروح هنا افتح صفحة الاندكسر دوت بي اتش بي. راح الاحظ انه بالبداية بتبلش بتاج اتش تي ام ال وهيدر وميتا تاج، عبارة عن اتش تي ام ال هذه كاملة. اللينك هاي بريفرنس للستايل شيت اللي هو بيعطيني تصميم الموقع. في عندي هنا تايتل بتاع الاتش تي ام ال وهيدر وبادي. راح يبلش هون عندي كود البي اتش بي، راح اتجاوزه الان وانزل تحت عشان اكمل كود الاتش تي ام ال. هنا بكمل كود الاتش تي ام ال. في عندي هيدر هنا اي دي هيدر، هيدر تو اتش تو ماي سيرش انجن اللي هي طلع عندنا هنا ماي سيرش انجن. تمام، سيكشن اي دي عباره عن تاج. الان بعمل عندي الفورم، الفورم اللي هو ايش حيكون جوات الكنترولز، الكنترولز اللي هي ايش التكست والبتون كذا، هذا هو الفورمز حيكون. يعني بعطيه اسم اسمه كراول فورم، النيم ماي فورم، ميثود بوست. بوست ايش هي الميثود؟ يعني اللي هو طريقة ارسال البيانات من خلال هذا الفورم، بيرسلهم عن طريق في حاجة اسمها بوست وفي حاجة اسمها جيت. بوست يعني بيكون القيم مخفية، الجيت بيكون القيم ظاهرة. وين بتكون ظاهرة؟ في اللينك، بيكون كذا احيانا بتشوف مثلا مواقع اي دي يساوي 10 اند كذا ولينك طويل، هذا اسمها جيت طريقة ارسال القيم. بوست ارسال القيم بشكل مخفي. ليبل يو ار ال هذه هي. input class the url ال type url name اسم هذا ال input اللي هو ايش التكست، هذا التكست بوكس اسمه input بال html ينكتب اسمه input. نلاحظ انه ال name له اسمه seed، اوكي. وهذه القيم ال post حكينا ترسل قيم مخفية، ترسل حسب اسم ايش، ترسل حسب اسم ال input الموجودة. يعني لو انا قلت get هنا راح يظهر عندي كذا
get عفوا راح يطلع عندي هنا كذا سيد يساوي مثلا قيمه التكست لعبته هنا، لكن بوت حتكون مخفيه، هذه حتكون عباره عن قيمه مخفيه، قيمه هذا التكست لما ترسل عشان اجيب قيمتها ويبلش يعمل كراولينج واندكسينج لللينك اللي انا ارسلت له اياه. بليس هولدر انتر يو ار ال تو انبوكس، هذه القيمه اللي ظاهره عندي هنا انتر يو ار ال تو اندكس. اوكي unfocus this dot value يساوي empty بفضي، يعني لما انا اجي اعمل عليه هنا اذا انا كاتب اي كلام unfocus لما ارجع احط عليه مره ثانيه يقول له ايش dot value فرغ لي اياه. set background هذه يحط لون الخلفيه. unplur هنا بحط لون اخر اللي هو ايش الابيض. required يعني هذا التكست required عشان الفورم يعمل submit، لما اكبس هنا submit وهو فاضي ما يصير حاجه. please fill out this field عبي هذا الفيلد حيقول لي required، لانه انا كتبت اي حاجه هنا طلعت من هذا. تمام لما submit عشان ينفذ لازم يكون هذا مليان. تمام نتذكر انه اسم ايش هذا اسم التكست تبع اليو ار ال اللي فيه اليو ار ال اللي فيه اللينك اسمه سيد. طيب الحين انبوت تايب هيدن قيمه هيدن اوكي عباره عن كنترول اتش ام ال هيدن نيم سبميت تشيك فاليو سنت. اوكي النيم سبميت تشيك هنا تذكر هنا هذه هيدن النيم تبع سبميت تشيك. الان انبوت كلاس باتون نيم سبميت هذا عباره عن الباتون اللي هنا اسمه سبميت. التايب سبميت الفاليو سبميت المكتوب عليه هنا. الان نسكر هذا الفورم عندي سكشن بري عباره عن تاج اتش تي ام ال بري ديفايند يعني معناتها الان انفذ ايش هنا انفذ هنا ايش انفذ بي اتش بي كود هنا. ايش هذا البي اتش بي كود نفذ عندي يقول لي اف از ست ايش هو الاز ست البوست سبميت تشيك يعني هذه السبميت تشيك تذكر ها هنا قلنا طريقه ارسال بيانات بوست. هسه الحين اذا انا لما ضغطت سبميت ضغطت سبميت وكان في باليو ار ال تكست فمعناته ايش صار عندي هنا صار عندي هنا انه ممكن هذا الفورم يبلش ينفذ يبلش يعمل فيه لينك جواته يدخل يعمل اندكسنج او كراولينج. اوكي اندكسنج وكراولينج هنا. فهون اذا كانه از ست يعني القيمه اللي هنا تم تعبئتها القيمه الهيدن تعبت بناء على تعبئه هذا اللينك وتم الضغط على هذا البتون في هذه الحاله ايش يصير عندي؟ يفحص اف از ست بوست في قيمه اعطيني البوست ناتج تنفيذ هذا الفورم البوست في قيمه للسبميت تشيك اذا نعم نفذ لي فانكشن اسمه دي بي كونكشن او دي بي كونكت. تمام انا هذا اعرفه راح نشوفه الحين دي بي كونكت نفذ لي اياه. الان دي بي كونكت نروح على هذا الكود اللي حنلاقيه هنا في البدايه هنا كود بي اتش بي عرف هنا فانكشن اسمه دي بي كونكت ايش جواته متغير يو ار ال يساوي بوست سيد. تتذكرون ايش السيد اللي هو التكست تبع اليو ار ال. الان دي بي هوست متغير موقع الداتابيس على وين موجوده بقول له لوكال هوست على نفس الجهاز اسم الداتابيس دي بي نيم تيست دي بي باسورد اللي هو قاعده البيانات عفوا كلمه المرور لقاعده البيانات. الان بعرف هنا اري اسم الاري ستوب وورد. ستوب وورد المقصود بها هنا الكلمات اللي ما اريد تدخل في الكراولينج والاندكسينج فهنا اعرف له هذه الكلمات تكون كلمات عاديه اعتياديه افعال يوجوالي وكلمات عاديه ضمائر وهكذا بعرفها في اري. الان هنا بعرف متغير اسمه لينك بقول بنفذ فيه فانكشن اللي هو ايش يساوي ماي اس كيو ال كونكت جرب اعمل اتصال مع قاعده البيانات اوبن اس كيو ال كونكشن هنا زي ما نقول فبعطيه اسم الهوست اللي هو لوكال هوست الروت والباسورد. تمام الروت هو اسم الدخول لقاعده البيانات الباسورد زي ما شفنا ما حطيناش فيه قيمه هنا. الان يعمل اتصال مع قاعده البيانات الان يفحص هل
يجرب طبعا يجرب يعمل اتصال. اني شك اف ذا كونكشن از سكسسفولي. ايش اقول هون؟ اف نط اللينك. ايش يعني نط اللينك؟ هنا الاف طبعا تتنفذ لما يكون قيمه ترو يدخل ينفذ الجواتها. فهنا اف نط نط فولس يعني ما صار اتصال، هون كانت قيمتها فولس ما صار اتصال، نط للفولس يصير ترو. هنا يقول لك كود نوت كونكت. لكن إلس شو يعني؟ إلس لهذا معناته ايش؟ ترو، هذه القيمه صارت ترو يعني صار في اتصال. فهنا يقول لك إلس ايكو كونكت سكسسفولي، حيطبع لك كونكت سكسسفولي. حيقول هنا متغير اسمه دي بي سيلكتد، عاوز يعمل سيلكت للداتابيز. الان اي داتابيز بيعمل معها سيلكت لما عمل اتصال. هنا عمل اتصال مع الماي اس كيو ال سيرفر، تمام؟ مع الماي اس كيو ال سيرفر عمل اتصال. الان بده يعمل اتصال مع قاعده البيانات اللي يريدها ويريد يتعامل معها. فدي بي سيلكت شو يسوي؟ ماي اس كيو ال سيلكت دي بي، دي بي نيم اللي هو حكينا اسمها تيست. الان تاخذ ايش هذه؟ تاخذ اللينك اللي هي ايش؟ الكونكشن هذا، الكونكشن هذا اللي هو يعني عمل لي اتصال مع قاعده البيانات تيست الموجوده في الهوست باسم دخول الروت والباسورد اللي هنا. ميك هولون ذا كورنت سيلكتد دي بي. الان شيك اف ذا داتابيز واز سيلكتد. الان بدي اتحقق هل تم فعلا الاتصال مع قاعده البيانات اللي انا اريدها. الان اقول لك اف نوت دي بي سيلكتد، يعني اف اذا كانت فولس هنا نوت فولس يعني ترو، حيقول لك كود نوت سيلكتد يعني ما صار اتصال. هنا فولس نوت فولس يعني ترو ما صار اتصال. الان هنا اف يو ار ال، يو ار ال اذا كان في عندي اليو ار ال هذا ايش ياخذ؟ زي ما قلنا ياخذ قيمه البوست للسيد اللي هو التكست بوكس تبع اللي نحط فيه اليو ار ال. اذا كان نوت يو ار ال يعني ما فيه قيمه، ما في قيمه في هنا، يقول لك يو نيد تو ديفولت، سوري يو نيد تو ديفاين ا يو ار ال تو اندكس، لازم تحط اليو ار ال. اوكي اف نوت فولس يعني تروح يفوت هنا ينفذها. الحين does the URL already have a record in the page table؟ يمكن هذا ال URL احنا مدخلينه مسبقا، يعني مدخلينه قبل كذا. فهنا ايش يقول لك؟ الريزلت، عرف الريزلت هنا حياخذ هذا الريزلت، حياخذ قيمه تنفيذ جمله SQL statement في الداتابيز. my SQL query تنفذ جمله SQL ايش تساوي؟ select page ID from جدول البيج where page URL يساوي ايش؟ قيمه ال ارسل له قيمه اللينك. فهنا حيرجع القيمه وين؟ هنا في الريزلت. الرو يساوي ماي اس كيو ال فيتش اري، هنا يعمل فيتش للاري للقيمه اللي رجعت، يعملها فيتش ويخزنها وين؟ في قيمه هذا الرو الريكورد. عندي انا هنا عندي كل لينك ما يصير يتكرر الا يعني ما يصير يتكرر، يدخل بس مرة واحدة في حال انه كان موجود مسبقا ارد اعمل له كراولينج اندكسينج بس، لكن ما ارجع مرة ثانية يدخله في الداتابيز. فهنا حيرجع عندي رو واحد ماي اس كيو ال فيتش اري للريزلت اللي رجعت هنا عندي. ايش بقول له هنا؟ اف اذا الرو قيمة الكولوم بيج اي دي، الكولوم بيج اي دي قلت انا هنا هذا هو البيج اي دي، اوكي البيج اي دي هنا لما ارسلته بيج اي دي يساوي في حال اف بقول لك اف يس يوز ذا اولد بيج اي دي، تمام؟ اذا القيمه كانت موجوده عندنا فاقول لك خلاص استخدم يوز ذا اولد بيج اي دي. لما ارسلت له يو ار ال لقاه موجود، فاذا لقاه موجود فعليا اقول لك خلاص استخدم البيج اي دي هذه عشان ترجع تعمل بس كراولينج واندكسينج. خلاص استخدم هذا البيج اي دي كونه هذا موجود، استخدم هذا حقته البيج اي دي تابع له. إلس اذا كان غير موجود هذا اللينك اللي انا حطيته فيقول لك ماي اس كيو ال انسيرت، اعمل انسيرت لللينك في الداتابيز انتو بيج بيج يو ار ال فاليو، اعمل ادخال لللينك اللينك الجديد حسب اللي هو مخزن عندي هنا القيمه اللي ارسلت عندي من التكست سيد. الان ايش يقول لك البيج اي دي ايش يساوي؟ يساوي ماي اس كيو ال انسيرت اي دي. البيج اي دي رقم الصفحه او رقم اللينك نحكي اللي هو ايش؟ اخر اي دي تم اضافته.
الآن بيج سوري بارسر ثرو ذا تكست اند بيلد ان اندكس ان ذا داتابيز. الآن بدنا نعمل كراولينج بارس وكراولينج ثرو ذا تكست اند بيلد ان اندكس ان ذا داتابيز ونعمل اندكس في قاعدة البيانات. الآن نقول if open يحاول يفتح الفايل open اللي هو اللينك يعتبره اللينك مثلا أي موقع بحطه بحاول بده يفتحه. if not يعني ما فتح معاه. الآن إذا فتح معاه يخزن القيمة هنا يخزن القيمة هنا، لكن if not ما فتح معاه يعني false، هذه رجعت false. فif not للفولس يعني تروح يدخل نفسه يقول لك could not open URL. الآن إذا فتح معاه فحنقول هنا إيش why متغير اسمه buff هنا يساوي if get القيم اللي تخزنت هنا في الـ FB لما فتحها هنا remove white space. الآن while يعني ظلك اشتغل لحتى تخلص شغل في الموقع كامل، يعني ظلك اعمل كراولينج واندكسينج في الموقع لحتى ايش يخلص كل حاجة منه. الآن بدي امسك كل قيمة بترجع من عندي هنا اعمل لها trim. كيف يعني trim؟ remove white space from beginning and end of the string. اوكي يعني راح يروح يمحي اي سبيس عن الشمال وعن يمين اي string موجود عندي هنا trim ويخزنها مرة ثانية في الباف. اوكي حيعملها trim زي ما قلنا يمحي اي وايت سبيس. تراي تو ريموف اول اتش تي ام ال تاج، هنا راح نمحي اي اتش تي ام ال تاج، احنا نريد كلمات فقط. فهنا نقول باف ستريب تاج للباف، هاي عشان يمحي هنا الاتش تي ام ال. وايضا كمان بقول لك باف بريدج ريبليس، اعمل ريبليس يعني اي تاج اتش تي ام ال هنا موجود في هذه اعمل له ايش حط بداله قيمه فاضيه، يعني اي اتش تي ام ال حط بداله قيمه فاضيه. اكستراكت اول وورد ماتش ذا ريجولار اكسبريشن فروم ذا كورنت لاين. الان يقول لك بده الكلمات اي كلمه يحطها في الوورد لكن ايش تكون مطابقه لا يعني مواصفات الكلمه الصحيحه اللي هي بدون اتش تي ام ال تاج بدون اي اشكاليات بدون اي سبيس معينه، لذلك يطابقها بالاول هنا انها صيغتها صحيحه ويخزنها في الوورد. الان remove all stop words from the words array، هذه عباره عن array اي قيمه مطابقه للمواصفات للregular expression يخزنها فيها. الان بده يمحي كل stop words اللي حكينا عنهم هنا بدايه هنا بده يمحيهم من الاري وورد هذه اللي عندي. يقول لك for i يساوي 0 لوردز اوف الاي اي بلس بلس، تمام كلمه حيمر عليهم. الان for j يساوي 0 words of i of j j plus plus، لانه ايش عندي هنا الكلمات كمصفوفه، يعني الكلمات عندي داخله هنا كمصفوفه. الان current word شو يساوي؟ يساوي add slashes. الان str to lower بيحولها الكلمات to lower يعني كيس بيخليها small letter كلها، بيخلي الكلمات كلها small letter. for each stop word as word if the current word يساوي words unset يعني ما تحطها في ما تحط هذه الكلمة، تمام يبحث في كل يعني كلمة في الكلمات اللي سحبهم من الموقع بيقارنهم كلمة مع الكلمات الموجودة في الأري هنا، وأي أي كلمة مطابقة موجودة يعملها هنا unset ما يستخدمها. الآن loop through all words occurrence and insert them into database. الآن كلمة الآن اللي راح نجت عندي وكلمات كلها سليمة راح أعملها insert في database. for i يساوي 0 للwords of i i++ for j يساوي 0 لأنه زي ما حكينا الأري هذه 2 dimension j++ does the current word already have a record in the word table. الآن شيك البداية عندي انه هل هذه الكلمة موجودة عندي في التيبل. فهنا ايش يقول result ايش تساوي
ماي اس كيو ال كوير حينفذ جمله اس كيو ال سيلكت وورد اي دي فروم وورد، عشان هنا اذا الكلمه موجوده راح يعملها انسيرت مره ثانيه، لكن ايش بالرقم الاصلي الخاص فيها، حيشوف شو رقمها في البدايه. سيلكت وورد اي دي فروم وورد وير وورد تساوي القيمه اللي هي كرنت وورد عندي هنا، حيقارنها في حيشوفها هنا، حينفذ جمله الاس كيو ال ستمنت. اذا رجعت نتيجه عندي رو هو ماي اس كيو ال فيتش اري للريزلت اللي رجعت الان، اف اذا رو وورد اي دي لها رقم في هذه الحاله، اف يس يعني يقول لك اذا لها رقم في البدايه، فانا ايش اقول وورد اي دي شو يساوي الرقم اللي رجع عندي، عشان ما ارجع اعمل مره ثانيه لها اي دي جديد هنا. else if not create one يعني لسه مش موجوده، فاعملها insert لهذه الكلمه عشان تاخذ رقم جديد. insert into word word values اللي هي current word. الان ايش اقول الword اي تبعها اللي هو يساوي mysql underscore insert id اللي هو الword id هو ايش الرقم اخر رقم تم اضافته. وهنا الان ايش لازم اعمل بعد ما جبت الوورد، اعمل انسيرت في جدول الاوكيورنس اللي هو تكرار الكلمات للبيج. فهنا ايش اقول ماي اس كيو ال كويري انسيرت انتو اوكيورنس الوورد اي دي رقم الكلمه هذه تابع لاي بيج للبيج اي دي. فهنا اربط بين الكلمات وبين بين اللينكات الصفحات اللي هو اليو ار ال فاليوز وورد اي دي بيج اي دي. زي ما قلنا هنا للكلمات اللي اضفناها جديد يجيب الاي دي تبعها، وهنا الكلمات الموجوده اصلا ما يحتاج اعملها اي دي جديد، بس اقول انه هذا هو رقمها تابع لها. الان مره ثانيه بدي اجيب الحين هنا الروابط الخاصه بكل موقع، الروابط الداخليه. فهنا اقول اف دي 2 يساوي اف اوبن لليو ار ال، وايل البفر يساوي اف جيت اف جيتس للاف دي 2 اللي هنا حيفوت في الموقع، وشوف شو في روابط داخليه. تمام، حنعمل هنا تريم، نعرف ايش هي التريم عشان موضوع اشيل الوايت سبيس عن كل رابط. هنا بيرج ماتش اول بدي اشيك انه كل رابط رجع عندي مطابق لايش لصيغه انه يو ار ال. تمام، لازم اطابق انه كل موقع مطابق عندي او كل رابط مطابق عندي لصيغه اليو ار ال. الان كله حيتخزن في اري اسمها وورد سميتها ايضا. تمام، الان فور اي يساوي صفر وورد اوف الاي اي بلس بلس، فور جي اوف الصفر وورد اوف الاي جي لان حتكون تو دايمنشن ايضا. الان كورنت لينك اللينك ايش يساوي عندي اس تي ار لور حيحوله لا سمول سترينج نحكي يعني، او نحكي سمول لتر سترينج. الحين هنا حيتخزن وين عندي في الكورنت لينك. الاري لينكس يساوي الكورنت لينكس، حتكون عندي صار عندي تشكل اري اوف اللينكس. تمام، الان الريزلت، الان بدي اشيك هل هذا اللينك السب لينك موجود عندي داخل عندي ولا مش داخل عندي. الحين ايش اقول ماي اس كيو ال كويري سيلكت لينك اي دي فروم لينك وير لينك يو ار ال حسب القيمه اللي هنا الموجوده عندي هنا، حسب القيمة اللي رجعت عندي من الموقع واحدة واحدة. طبعا الآن إذا لقيها موجودة طبعا أو ما لقيها موجودة، خلينا نشوف الحين يرجع القيمة ماي اس كيو ال فيتش اري يعمل فيتش لهذه يخزنها في الرو هنا. الحين إذا كانها موجودة يقول اف رو اللينك اي دي اند اس تي ار. إذا كان الرو ماي اس كيو ال فيتش اري الآن يقول اف إذا الرو رو اي دي اند يو ار ال اكزيست يساوي فولس، في هذه الحاله اللينك اي دي اللينك اي دي ايش يساوي؟ يساوي القيمه اللي رجعت عندي من تنفيذ جمله الاس كيو ال ستيتمنت. تمام، بابا لينك كاونت يساوي لينك كاونت بلس 1 ماي اس كيو ال كويري، هذا عباره عن متغير كاونت يروح عداد ياخذ. وهنا انه اليو ار ال اكزيست يساوي فولس، انه هذا ما تكرر مره ثانيه.
يعني هذا اللينك ما السب لينك هذا ما تكرر مره ثانيه. الان بقول هنا ابديت بيج ست لينك كاونت يساوي اللينك كاونت هنا في عندي بالبيج عدد يعني عداد لللينكات كم مره تكررت، وهنا اروح اعمل له ابديت. الحين هنا ايش اقول؟ انسيرت انتو امبليسيت، الامبليسيت هو الجدول اللي يربط بين البيج البيج عندي واللينكات، انه هذا اللينك تابع لاي بيج. هنشوفه هنا يربط بين اللينك والبيج. من هذا من هذا يا بابا. الان else يعني ايش else؟ هنا عندي هنا عملنا له insert زي ما قلنا else انه هذا السب لينك، السب لينك مش موجود، انه السب لينك هذا مش موجود. ف else هنا ايش يقول لك؟ my sql query insert into link، اعمل insert لهذا اللينك في جدول links url، اعمل له links url، اعمل له insert في جدول اللينك في values اللي موجودة عندي هنا. بعدين اللينك اي دي ايش حيكون؟ اللي هو اخر قيمه تم عمل عليها انسيرت، اخر اي دي لاخر قيمه تم عمل عليها انسيرت. وهنا يقول لك اللينك كاونت يساوي لينك كاونت زائد واحد، يعني صفر اكيد زائد واحد هنا حتكون. ماي اس كيو ال كويري ايش يقول لك؟ ابديت البيج، ابديت جدول البيج ست لينك كاونت، عدل قيمه اللينك كاونت تساوي هذه اللينك كاونت. الان ماي اس كيو ال كويري اعمل انسيرت للربط بين اللينك اي دي والبيج اي دي حسب الفاليوز، وبرنت اندكسنج اللينك اللي انا عملت له اندكسنج انه تم عمل اندكسن له. اوكي الان يقول لك اف كلوز، اعمل كلوز للفايل اللي انت فاتحه اللي هو اللينك اللي انت فاتحه، اعمل له كلوز. وهنا ماي اس كيو ال فري ريزلت للريزلت، وما يفرغ هنا القيم، يبدا هنا يسكر اللينك اللي عمله اوبن، الكونكشن اللي عمله مع الموقع وعمله اوبن وبلش يعمل له اندكسنج كراولينج. هنا يفضي قيمه الريزلت، وهنا يعمل كلوز للكونكشن مع قاعده البيانات. الله يعطيك العافيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الان راح نشرح شاشه الاندكس اللي هي شاشه السيرش عندي والروابط. طبعا زي ما احنا شايفين في عندي هنا يور فيزيت اس لاست، بعطينا هنا متى اخر زياره تمت واي ساعه، بعطينا هون الرابط للبيج لينكس وصفحه الاندكسر، وهنا كلمه كيورد وتكست لا البحث، وعدد النتائج هنا دروب داون بعدد النتائج، والاوردر اسندنج او ديسندنج، وكبسه السيرش. راح نفوت هنا على الكود الخاص بالاندكس. هنلاحظ هنا اول حاجه عمل كود بي اتش بي، عرف هنا اكسبيري متغير شو يساوي؟ يساوي 60 ضرب 60 ضرب 24 ضرب 60 زائد تايم. هنا هذا يحسب عندي مده انتهاء شيء معين اللي هو الكوكيز اللي حاطه هنا، عمل ست كوكي اللي هو سماه لاست فيزيت، عشان هنا يظل القيمه عندي موجوده حتى لو اغلقت الجهاز، حتى لو اغلقت الجهاز او عملت اي حاجه هنا، فحتظل هذه القيمه محتفظه لانه يعملها اكسبيري يعني مده طويله، بالثانيه بالدقيقه 24 ساعه 60 يوم وهكذا، يعني اكثر من شهرين. فهنا عندي لما يشغل الصفحه يقول لك يعمل ست كوكيز لاست فيزيت اسمه الديت ام دي واي اكسبيري متى القيمه، يحدد له هنا قيمه متى ينتهي هذه القيمه، لكن القيمه كل ما شغلنا الموقع تتجدد. الان فيزيت يساوي فارغ، بعدين راح يعبيها طبعا القيمه هذه، الحين يعطيها فارغ. الان برنت ايش يقول له؟ اطبع ال HTML تاج الهيدر، صفحه ال HTML اطبعها، التايتل هنا ماي سيرش انجن، البادي الهيدر سيكشن، تمام. خلينا ننزل تحت شوي عشان نشوف وين بيكمل الصفحه. سيرش واز اوكي. اوكي هذا هنا يكمل الصفحه، يعني هيو برنت يور فيزيت اس لاست، متى زارهم، متى تم اخر زياره الموقع حسب ايش
الكوكي زي ما قلنا يجيب قيمته وخزن قيمة الكوكيز اللي عندنا هنا موجودة وين يخزنها في اللي هو الفيزيت المتغير حكينا هيتعبى هنا كمان حيطبع عندي رابط لصفحة البيج لينكس وحيطبع عندي رابط لصفحة الاندكسر انكر هايبر ريفرنس زي ما احنا شايفين الآن هذا طبعا طباعة باقي الصفحة حيعتمد حسب شروط معين لأنه هذه الصفحة نفسها هي اللي يطلع فيها الريزلت وهي اللي أبحث من خلالها فزي ما حكينا هنا في عندي الريزلت اللي هو select name results الاوبشن فاليو 5 15 35 45 هذا خاص بعدد النتائج الريزلت والاوردرز عندي هنا ليبل اوردر سيلكت ايضا هذا عباره عن اوبشن خيارات اسندنج وديسندنج اسمه ها تذكروا الاسم لان الاسم هو اللي نستخدمه نيم اوردر هنا وهذا النيم ريزلتس لانه حستخدمه عشان اقول له كم قيمته واعرض بناء عليه نتائج او اعرض عليه الترتيب ascending او descending الان عمي تحكي كمبيوتر الانبوت هنا هنا رسم عندي الفورم ايضا تبع الموقع وقلنا زي الميثود هنا ميثود هو بوست الكيوردز عندي هنا يحط هاي الكيوردز كلمة كيوردز وحيحط هنا التكست عندي هاي input class هنا التايب تكست السايز 20 النيم كيورد نذكر النيم لأنه القيمة اللي راح ترسل في البوست زي الريزلتس وزي ايش الاوردر هنا عندي وهذا عندي طبع البتون اللي هو التايب تبعه سبميت والفاليو اللي جواته كلمة سيرش أغلق هنا الفورم والسكشن وأغلق هنا البادي وأغلق هنا الـ HTML خلينا الآن نرجع لفوق شوي الآن لما أضغط هنا أنا على كبسة السيرش اللي هي سبميت وحكينا إنه الفورم هذا يرسل قيمة as post راح يروح يرجع لأول الصفحة ويفحص هل في قيمة للكيورد هل أنا دخلت قيمة في التكست تبع الكيورد هيو يفحص هل في بالبوست اللي أرسل الفورم قيمة للكيورد إذا نعم حيقول له إيش هنا DB host بده يتصل مع قاعدة البيانات بقول له قاعدة البيانات في اللوكال هوست الداتابيز نيم تيست الباسورد فارغ الأوردر ها جاب قيمة الأوردر من وين جابها من الأوبشن اللي اسمها أوردر اللي هي انتقلت قيمتها وأخذ قيمتها عن طريق البوست أخذ قيمتها عن طريق البوست اوكي الان اعرف هنا لينك اللي هيعمل لي ماي كونكت مع الداتابيز هيقول ماي اس كيو ال كونكت مع قاعده البيانات اللي هو اللي هي باللوكال هوست اليوزر اسمه روت والباسورد فارغ اوبن اس كيو ال كونكشن تشيك اف ذا كونكشن از سكسسفول الان اف نوت فولس يعني اذا صار فولس هنا عندي ما شبك هيقول له نوت فولس يعني ترو هيقول كود نوت كونكت إلس هيعمل سيلكت لقاعدة البيانات اللي بده يتعامل معها هيقول لك ماي اس كيو ال سيلكت داتابيز اعمل سيلكت للدي بي نيم هنا اللي هي اسمها تيست حسب ايش الاتصال اللي تم عندي هنا الان شيك اف ذا داتابيز واز سيلكتد اف نوت فولس يعني ما تم سيلكت لها قاعدة البيانات مش موجودة خلينا نقول يعني حاول يعمل سيلكت لها لقى قاعدة البيانات مش موجودة في الماي اس كيو ال لقيها مش موجودة حيقول لك هنا could not be selected الآن get timestamp before executing the query ليش هذا يقول لك أعطيني الوقت بالثاني بالملي ثاني الحالي get micro time ليه وخزنه في start time عشان يقول لك كم أخذت مدة البحث عشان نعمل معادلة اللي هي كم أخذت مدة البحث set keyword and result and use add slashes to minimize the risk of executing unwanted SQL command okay الآن keyword إيش تساوي كلمة الكيورد إيش تساوي add slashes لا ال post keyword هذه ال add slashes هنا عشان يمحي أي حاجة مش ضرورية في الكلمة ممكن تأثر على جملة SQL statement فهنا هاي البوست للريزلت أيضا زي ما احنا شايفين الريزلت اللي هي ايش حكينا عنا
هنا اللي هي خلينا نرجع هنا للديزاين اللي هي عدد النتائج. اوكي ريزلت شو سوي؟ اد سلاشز لا البوست ريزلت والكيورد الكيورد الحين اكزكيوت ذا كويري ذات بيرفورم ذا اكتوال سيرش ان ذا داتابيس. هنا حينفذ جملة SQL statement MySQL query select page URL أعطيني page URL and sorry select page URL as URL ال count start as occurrence from page والword والoccurrence. هنا عمل عملية query من كل الجداول الموجودة عشان يظهر لي نتائج الموقع نتيجة لللينك الموجود فيه هذه الكلمة وكم عدد مرات تكرارها هذه الكلمة كم عدد مرات تكرارها كم مرة موجودة هذه الكلمة. الحين نعمل كمان جملة كويري ليش نعملها هذه عشان نجيب إيش نجيب الروابط الموجودة فيها أيضا نجيب الروابط الموجودة في الكلمة هذه في أي روابط موجودة أيضا. فهنا كمان نفذ جملة كويري حسب إيه زي ما قلنا وير وورد حسب الكيورد عندي اللي أرسلتها حسب الكيورد. هنا end time get time stamp when the query is finished عشان زي ما حكينا يحسب كم أخذت مدة البحث نفذ عند بدء البحث وعند انتهاء البحث. أوكي شو الآن إيش نقول هنا؟ if إذا الأوردر يساوي ascending أو descending اللي هو زي حسب من وين زي ما قلنا جبناها من هذا اللي هو الأوردر ascending أو descending عشان يرتب الكلمات ascending أو descending النتائج يرتبهم. الآن print search was performed in هنا حيعطيني كم أخذت مدة البحث فحيحط معادلة search was performed in dot substring حيعمل end time ناقص start time حيعطيني إياها بالثانية فحيعمل معادلة ينقص end time من start time عشان يعطيني كم أخذت مدة البحث الثانية. الحين حيطبع عندي هنا index.php حيطبع عندي هنا لينك عشان back to search عشان ارجع اعمل السيرش. طيب هنشوف النتائج هنا وين تطلع عندي. هنا حكينا شرحنا هذا الكود اللي يطبع لي كل حاجة هنا. اوكي حيطبع لي اللي هو الاوبشن والكيورد التكست الكيورد والتكست الاوبشن والبتون حيطبع عندي هنا. هذا طبعا الفانكشن هنا معرف فانكشن اللي هو الجيت مايكرو تايم اللي هو الخاص باسترجاع الوقت الفعلي الحالي بالثانيه تمام. اوكي الحين هنا function show result function show result اللي زي ما قلنا هنا إذا كان order ascending أو descending تمام. أنا نفذت هنا جملتين SQL statement زي ما أنتوا شفتوا بس كل واحدة order by descending order by ascending وهنا بناء على قيمة اللي هو الorder إذا كان descending أو ascending أستخدم أي واحدة فيهم. إذا كانت ascending هستخدم هذه ليش؟ لأنه الأوردر باي أسندينج. إذا كانت ديسندينج راح أستخدم هذه لأنه أوردر باي ديسندينج. وأستدعي هنا الشو ريزلت فانكشن أشوف إيش فيه هنا. هنا رجعت له ناتج تنفيذ الكويري اللي قلنا عنها. الحين يقول لك إيش برينت حيطبع سيرش ريزلت فور نتيجة البحث فور ايش اللي هي البوست كيورد للكلمة ايش هي الكلمة اللي هي مثلا كلمة جولد او كذا. وزي ما قلنا هنا في عندنا هنا سبان باك جراوند كلر اصفر عشان اخليها ايش يعملها هايلايتد اصفر هنا للكلمة. الحين
فور اي يساوي واحد الرو يساوي ماي اس كيو ال فيتش اري ريزلت. هنا حيعمل فيتش للريزلت، يعني ايش؟ يسحب النتائج، يسحب النتائج. هنا حيقول لك هنا برنت نتيجه نتيجه اي كونكات، هذه كونكاتينيت، يعني حيقول لك واحد النتيجه الاولى، حيعطينا هنا دوت رو يو ار ال، حيجيب قيمه الكولوم اللي هو اليو ار ال اللي هو لينك الصفحه، حيقول لك مثلا www.google.com www.kitco.com وهكذا، تمام. وهنا بايش مثله؟ هنا مثله بانكور هايبر ريفرنس. ليش؟ عشان اذا ضغطت عليه ياخذني على الموقع، فهنا يحط قيمته ويعرض لي اياه هنا مره ثانيه، يعرضه هنا بصيغته العاديه بصيغه الموقع، لما اضغط عليه حيوديني هنا على الموقع. ليش؟ لاني حاطه هنا بالهايبر ريفرنس، لان برنت اوكيورنس دوت رو اوكيورنس عدد مرات ايش التنفيذ، عدد مرات وجودها هنا، عدد مرات وجود الكلمه في هذا الموقع. اوكيورنس هنا من وين؟ طب جاب قيمتها، ما هنا قلنا هنا هذا بيج دوت بيج يو ار ال از يو ار ال، سمى الكولوم اعطاه اسم يو ار ال، الكاونت دوت ستارت از اوكيورنس سمى اوكيورنس هنا، اوكي. فهنا الكاونت اعطاها اسم للكولوم هذا صار اسمه اوكيورنس، وهذا ايش؟ يو ار ال. فهنا يستدعي قيمتهم الان حسب ايش؟ الاسم. حيعمل فيتش للرو، فيتش يعني ايش؟ حيجيب القيمه من رو رو وياخذ قيمه الكولوم لكل فيهم. فهنا هنا الريزلت ترجع كامله كاري، وهنا الفيتش ايش يعمل؟ ياخذ يصير يلف عليهم رو رو، وهنا الرو يكون في ايش؟ كولومز طبعا اللي هو اليو ار ال في والاوكيورنس. حنقول هنا الرو اعطيني قيمه اليو ار ال، الرو اعطيني قيمه الاوكيورنس، حيلف فور لوب هنا عليهم، تمام. الان اليو ار ال ايش يساوي؟ الرو يو ار ال حكينا، التاجز جيت ميتا تاجز يو ار ال. الحين بدي اجيب انا ايش؟ نحكي الوصف لهذا الموقع، الوصف لهذا الموقع بالضبط. فهنا بقول له جيت ميتا تاج، اوكي. الان بيرج ماتش بدك الحين حيجيب لي ايش الاشياء المطابقه من هذا اللي هو فايل جيت كونتنت، اقول له لليو ار ال ماتشز، فحيجيب لي الاشياء المتشابهه، حيجيب لي القيم الموجوده في الديسكريبشن والتايتل الخاص بهذا الموقع الفعلي، الديسكريبشن والتايتل. الحين لما يجيب لي اياهم هنا، لما يجيب لي اياهم هنا، انا ممكن اقول له هنا برنت الماتشز للواحد، فهنا حيعطيني التايتل للموقع، لانه هنا قلت له اعطيني روح على الموقع جيب لي التايتل حقته والديسكريبشن تبعه، فهنا اف الواحد حتجيب لي التايتل، تمام. لما اقول هنا التاج للديسكريبشن حتجيب لي الديسكريبشن حقته. لما اقول هنا انا ايش قلت هنا؟ تاج يساوي جيت ميتا تاج، فاحنا اقول له هنا التاج التاجز هنا اعطيني قيمه الديسكريبشن، حتجيب لي الديسكريبشن الموقع، اوكي. طب ايش هذه تو هايلايت؟ تو هايلايت حقول له انه عشان ينفذ عندي يعني اللي هي الهايلايت اللي طلبتيها مني، عشان يعمل هايلايت، هايلايت لمين؟ للكلمه اللي حتكون موجوده في الكيورد، اي كلمه بحطها في البحث. فهنا بحطها في اري. الان اي كلمه موجوده في التايتل هنا بقول له هايلايت وورد، حروح عليه حلاقيه هنا موجود، حيمسك الكلمه التكست كامل، التايتل اللي رجع عندي هنا كامل، وحسب الكلمه اللي انا معطيه اياها انها تكون يعمل عليها هايلايت، وحيلف على الكلمه او على النص اللي حرسل له اياه مع الكلمه اللي اريد عليها هايلايت، ويعمل عليها فور ايتش واحده واحده، متى ما لقاها يعمل عليها سبان ستايل باك جراوند يلو هنا واحده واحده، بعدين يعمل لي ريتين لها يرجع لي اياها هنا. فهنا راح يطبع لي التايتل وراح يطبع لي الديسكربشن، حيكون الكلام معمول عليه هايلايت. بسم الله الرحمن الرحيم. الان راح اشرح صفحه البيج لينكس اللي بيعرض لي فيها الروابط الخاصه عندي. هنا راح يعمل ايش؟ برنت عندي ال HTML tags الخاصه بهيكليه الصفحه كامله، body header section زي ما شفنا، هاي التايتل ماي سيرش انجن. الان هنا عندي راح يعرف الهوست اللي هو لوكال هوست، داتابيز تيست، باسورد فارغ عندي. الان راح يعمل كونكت
مع الماي اس كيو ال لوكال هوست الروت اليوزر نيم والباسورد. الان حيفحص اف نوت فولس يعني ما صار كونكت حيعطينا هنا كود نوت كونكت. اذا كان صار كونكت راح يعمل سيلكت لقاعده البيانات اللي عندي موجوده في الداتابيز، حيعمل كونكت لقاعده البيانات الموجوده في الماي اس كيو ال، حيشوف ماي اس كيو ال سيلكت داتابيز اي داتابيز اللي هي التست اللي هي التست حسب اللينك اللي عندي هنا، حيعمل كونكت حيعمل سيلكت لها، حيفحص هل قاعده البيانات موجوده وعملها سيلكت. اف نوت database select يعني مثلا مش موجودة كانت أو فيها مشكلة معينة، فحيعطيني هنا إنه could not be selected. غير ذلك إيش حيعمل؟ حينفذ select page URL from page، حيعمل select للpage URL from جدول البيج عندي هنا، حيجيب عندي كل ال URL الموجودة عندي هنا. echo حيطبع عندي هنا كلمة links stored in database ايكو تيبل، حيظهرها بشكل تيبل منظم طبعا. هنا يسكر التيبل وهنا حيطبع سيكشن وهنا حيسكر البادي وحيسكر الHTML وهنا حيعمل كلوز مع قاعدة البيانات. هنا ايش حيعمل؟ هنا عندي حيمسك ماي اس كيو ال فيتش اري، حيعمل فيتش للريزلت عندي وهي بشكل اري، حيخزنها وين في الرو، حيمر على رو صف صف من الاري الموجوده عندي اللي عملها فيتش هنا وحيخزنها في الرو، حيجيب قيمه الكولوم اللي هو بيج يو ار ال، حيطبع عندي هنا برنت، حيطبع عندي مثلا رقم 1 رقم 2 قيمه الاي حيطبعها، حيطبع عندي هنا ايش رو اي كولوم، حيجيب عندي زي ما قلنا حيجيب قيمه كولوم اللي هو البيج يو ار ال اللي هو مثلا لينك جوجل كيتيكو دوت كوم وهكذا، حيعطي حطه هنا في الهايبر ريفرنس وحيعرضه هنا في اللينك عشان ايش يضغط عليه ياخذني على الموقع. يعطيك العافيه.